أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يقول: هل يجوز دفعها إلى خارج المنطقة التي أعمل فيها، لأن مسقط رأسي في مكان وعمل الدائم في مكان آخر؟ الزكاة تخرج في فقراء البلد، هذا هو الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فما دام في البلد فقراء يحتاجون فهم أولى بها، أولى بها من غيرهم. وإذا لم يكن في البلد فقراء، أو كان فيه فقراء ولكن هناك من هو أشد فقرا منهم في مكان آخر، فيجوز نقلها في مثل هاتين الحالتين.